السادة والسيدات المشاهدون الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم وسائر أوقاتكم دائما بكل الخير. أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من برنامج صباحنا بكرة عبر شاشة قناة طيبة الفضائية. من خلال هذا الصباح دائما نلتقي معكم مشاهدينا وفي معيتنا الكثير والعديد من الفقرات والمحطات. طبعا بالأمس كان حدث مهم هو أداء السادة الوزراء المختارين في حكومة الفترة الانتقالية للقسم، وزي ما قال واحد في الحلة لقيته قال لي بعد ده خلاص أي زول يمشي يشوف شغله، وده المطلوب إنه بعد ده أي زول يمشي يشوف شغله. وأكيد هذه البلاد هي الآن تستعد لهذه المرحلة المهمة، وهي مرحلة البناء، مرحلة الإعمار، مرحلة التحول من الثورة إلى الدولة. إذن أهلا بكم، هناك الكثير والعديد من الفقرات والمحطات اللي حنقيف عندها واللي حنمشي سويا معاها، وكلها حتكون داعمة في بناء هذا الوطن. البداية بالعرض الصباحي الإخباري، ونبدأه بهذا الخبر اللي أشرنا لطرف منه قبل قليل. الوزراء الجدد في القصر الجمهوري أدوا القسم أمس أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء. الوزراء الجدد المختارون في تشكيل الحكومة الانتقالية أدوا هذا القسم. كان عضو المجلس السيادي شمس الدين كباشي أعلن إنه السودان قد عاش فراغ تنفيذي لمدة طويلة في ظل ظروف صعبة ومعقدة. والكباشي قال إنه التحديات أمام الحكومة الانتقالية كثيرة وكبيرة، وإنه الآمال المعقودة عليها أيضا كبيرة. أضاف إنه الشعب السوداني بينتظر انفراج كبير في المحاور اللي تم التوافق عليها منذ البداية، واللي بيجي ملف تحقيق السلام في مقدمتها. وعقب مراسم القسم أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح بداية لمرحلة جديدة من تاريخه. هذه لحظة تاريخية، نحن اليوم نضع أقدامنا أمام مرحلة جديدة من تاريخنا، من تاريخ بلادنا، ويملؤنا عزم أكيد على أن نفي العهد الذي قطعناه لشهدائنا ولشعبنا، أن نكون رهن إرادته، أن نلتزم بالعمل بكل ما وسعتنا قدرتنا وإرادتنا البشرية لتحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء وناضل من أجلها أبناء الشعب السوداني كلهم. نسترشد بإعلان الحرية والتغيير، بالاتفاق السياسي وبالوثيقة الدستورية. هذه هي الدليل الهادي لمسيرتنا، بالإضافة إلى برامج تفصيلية سيعمل عليها كل وزير في اختصاصه، ترفع إلى مجلس الوزراء لتكون هي الخطة الوطنية التي سنعمل من خلالها. أمامنا 3 سنوات من العمل والجهد، نجدد مرة أخرى العزم والتأكيد والعهد لشعبنا أن نصون هذه التضحيات العظيمة عبر العمل لتحقيق هذه الأهداف. قد تبدو التطلعات والأماني والأحلام التي حلم بها الشعب في مرحلة سابقة كانت من المستحيلات، الآن هي ممكنة التحقق عبر جهدنا وعملنا المشترك. حيسافر وفد حكومي من أعضاء مجلس السيادة لجوبا عاصمة جنوب السودان عشان يتشاوروا لترتيب مفاوضات سلام مع الحركات برعاية من الرئيس الفاكر ميارديد، وبحث سبل تحقيق الاستقرار في مناطق النزاع في السودان. ينتظر أنه يضم الوفد المغادر لجوبا الفريق شمس الدين كباشي ومحمد الحسن التعايشي وصديق تاور، وسلم وفد من جنوب السودان برئاسة مستشار الشؤون الأمنية تود غلواك يوم السبت رسالة من الرئيس الفاكر ميارديت لرئيس المجلس السيادي السوداني. الفريق والركن عبد الفتاح البرهان بتتعلق بترتيبات المفاوضات مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو. نتائج مباحثات وفد الوساطة لجنوب السودان، وفد الوساطة الجنوب السودانية مع رئيس السيادة البرهان ورئيس الوزراء حمدوك، أجرينا استطلاع عبر قناة طيبة الفضائية عشان نشوف آراء المتابعين لهذا الاتجاه من المباحثات. أعتقد أنه يعني ما زال الحنين يراود الجنوب والشمال، وقضية السلام هي قضية شائكة تحتاج إلى تعاون الشعبين، الشعب السوداني
وشعب دولة جنوب السودان. يمكن جوبا يمكن أكثر يعني العاصمة يمكن تكون الأولى في الإقليم تحديدا، يعني تأثيرها أكبر على الحركات المصلحة بصورة عامة، خاصة وإنه يمكن إذا أخذنا الحركة الشعبية كمثال، يمكن عتادة وإيواء وتواجدها وحتى يعني الدعم اللوجستي والفني يعني بيجي منها، فيمكن تكون هي الأنسب والأصلح، لأنه يعني على الأقل تغني على الحركات المسلحة فيما يتعلق بقطاع الشمال تحديدا في الحركة الشعبية قطاع الشمال. برضو عندها ارتباط وعندها يعني تداخل كبير جدا وعندها تأثير في نفس الوقت على الحركات المسلحة الدارفورية تحديدا. أعتقد أن ملف السلام في السودان وجهود دولة جنوب السودان يعني هي قضية ذات أهمية قصوى، خاصة سلفاكير أبدى حسن تعاونه في هذا الملف، وبخصوص يعني الجلوس مع الحركات المسلحة، وإنه في وضع السودان وهو يمر بمرحلة حكومة مدنية جديدة. إذا مشاهدينا الكرام، هي لقاءات متواصلة لوفد الوساطة الجنوب السوداني في الخرطوم بيعقد عليها السودانيون آمال في السير باتجاه إسكات صوت البندقية والعمل على تحقيق السلام المستدام في البلاد بعد ما شهدت حروب أرهقت خزينته وزعزعت أمنه واستقراره. من المؤمل أنه يحمل الوفد الرؤى الحكومية لحملة السلاح بعد أن استعرض ما تم في جوبا مع المعارضين. عندنا تقرير حنشوفه حيضعنا في الصورة بشكل أكبر. التحركات الماراثونية التي تقوم بها عاصمة دولة جنوب السودان لحل الخلاف بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية التي رشحتها قوى الحرية والتغيير حول ملف السلام وجدت ردود فعل إيجابية من عدد من قيادات هذه الحركات، ما أعطى الأمل في الوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف في السعي لخلق سلام مستدام في البلاد. أنا أتوقع أنه هذه المجهودات تحقق نجاح كبير، خاصة وأن هنالك تصريحات إيجابية صدرت من قبل الأطراف الحاملة للسلاح، من حركة تحرير السودان بشقيها وكذلك حركة العدل والمساواة وحركة مناوي. جنوب السودان حلب بالتعاون والقيام بدور إيجابي بالتقريب بين هذه الأطراف، خاصة وأن هذه الأطراف في غالبها لها وجود ولها سند ولها علاقات وصلات قديمة بدولة جنوب السودان. أزمة الثقة بين الحركات المسلحة وبقية مكونات الحرية والتغيير أمر يشكل عقبة كبيرة في طريق تحقيق السلام وإدماج الحركات المسلحة في الفعل السياسي بحسب البعض. الحروب الطويلة لفترة طويلة خلقت أزمة ثقة بين الأطراف، وأزمة الثقة دي محتاجة لزمن عشان الأطراف يصلوا لسلام دائم شامل، ما يعني يكون ما سلام هش، قابل للتصدع قصاد أي أزمة تحصل. هذا وينظر السودانيون إلى خطوات جوبا السعية إلى تحقيق السلام بعين التفاؤل، خاصة وأن الملف يشكل حجر الزاوية لاستقرار وتنمية السودان على امتداد الأعوام المقبلة، ليبقى الرهان مفتوحا على قدرة حكومة جنوب السودان على أداء دور إيجابي في تحقيق سلام السودانيين. إسلام الأمين لقناة طيبة الخرطوم. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي كشف عن خطة إسعافية عاجلة لمعالجة الاقتصاد القومي من خلال 5 محاور. الكلام ده جاء خلال التصريحات الصحفية اللي أطلق في القصر الجمهوري عقب أداء القسم أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ورئيس القضاء. البرنامج الاقتصادي النهضوي الذي نبشر به يجب أن يعكس ويجسد هذه المعاني العظيمة للثورة. أبدأ فأبشر شعبنا الأبي وهذا الجيل من الشباب الذي صنع هذه الثورة بأننا سنبذل كل جهد بما أوتينا من علم ومن جهد لتجسيد ولإنجاز هذه المعاني، ابتداء من البرنامج الإسعافي للمئتي يوم الأولى، وهذا البرنامج سيهدف إلى تحقيق 5 محاور رئيسية. أولا تثبيت الاقتصاد الكلي،
وإعادة هيكلة الموازنة ورفع الجهد المالي حتى نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا تجاه شعبنا في الرفاه الاجتماعي وفي الصرف على التعليم والصحة والتنمية. ثانيا إجراءات إسعافية وناظمة وربما أيضا جزائية لتكميلة الأسواق وتثبيت الأسعار والتوفر على وسائل لتخفيف كلفة المعيشة. إذا تحديات كبيرة بتواجه الاقتصاد الوطني. أول الملفات لحكومة حمدوك اللي أعلنت حزمة جهود لمعالجة الأزمات الاقتصادية بالتركيز على وقف تدهور الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. طبعا الفترة الأخيرة في تدهور كبير جدا للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، شاهدنا هذا التدهور، وكذلك تجاوز ملف ديون السودان الخارجية أيضا هو من محاور هذه الخطط. التقرير. تشكل الأزمة الاقتصادية الحالية أحد أكبر العقبات التي ستواجه الحكومة الانتقالية الجديدة، فالمشكلة متشعبة ومرتبطة ببعضها البعض على المستويين الداخلي والخارجي، خاصة فيما يتعلق بالديون الخارجية للسودان واستقطاب الدعم من المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث يمر مسار إلغاء الديون الخارجية التي تجاوزت 55 مليار دولار بمحطة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كأحد الشروط التي وضعتها دول نادي باريس للدائنين لإعفاء ديون السودان الخارجية. النظام السابق حاول الاستفادة من قرار نادي باريس بإعفاء ديون الدول الأكثر فقرا استجابة لشروط البنك الدولي الخاصة بإجراء إصلاحات اقتصادية داخلية محددة، لكن جهود الحكومة السابقة اصطدمت بعقبة وجود اسم السودان في القائمة السوداء للإرهاب. تعقيدات الأوضاع الاقتصادية الداخلية في البلاد مرتبطة بملف الديون الخارجية، فإزالة اسم السودان من القائمة السوداء للإرهاب سيمكن الخرطوم من الاستفادة من قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجانب المنح والدعومات التي تقدمها المؤسسات الإقليمية الأخرى لمشاريع التنمية المختلفة في البلاد. يوسف مكي، الخرطوم، لقناة طيبة الفضائية. شدد عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي على ضرورة تماسك النسيج الاجتماعي اللي بيعبر عن مكونات أهل السودان لمواجهة التحديات اللي بيمر بها السودان في ظروفه الراهنة. جاء ذلك خلال مخاطبته أمس في بورسودان مراسم التوقيع على وثيقة الصلح المجتمعي الجلد اللي تم التوصل إليها لاحتواء الصراع بين النوبة والبني عامر اللي شهدته مدينة بورسودان مؤخرا. جاء التوقيع على الوثيقة وسط حضور وفد مجلس السيادة وأعضاء لجنة الأمن والمكتب التنفيذي للإدارة الأهلية على المستوى المركزي وقيادات الإدارة الأهلية في الولايات المختلفة. أكد فرض الأمن وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون من جهة، أكد والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج أهمية عمل الإجراءات اللازمة وتكامل الجهود لاستمرار الخطة الأمنية. أشار إلى بقاء القوات المشتركة بالولاية ومطاردة الجماعات المتفلتة وفتح مراكز للشرطة بالأحياء خاصة في المناطق اللي تأثرت بالصراع، بالإضافة إلى دراسة جذور المشكلة وإيجاد الحلول اللازمة لها. وكذلك تحدث قيادات الإدارة الأهلية لقبائل البني عامر وقبائل النوبة وناظر عموم قبائل الهدندوة ورئيس لجنة الحكماء ورئيس حزب المؤتمر البيجا الأستاذ موسى محمد أحمد، وأكد ضرورة الوحدة والتسامح وتماسك النسيج الاجتماعي ونشر ثقافة التعايش السلمي لتحقيق الأمن والاستقرار. رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل قال إنه لدى حزبه تحفظات على الوثيقة الدستورية وعلى النهج الثنائي اللي تدار به السلطة الانتقالية. أعلن التعامل الإيجابي مع السلطة الانتقالية من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة، وأشار لضرورة جعل برنامج الانتقال والإصلاح والمجلس التشريعي القادم مدخل لتوحيد الصف الوطني. قال المهدي كذلك خلال مخاطبته المؤتمر العام للحزب بقاعة الصداقة إنه الوثيقة أغفلت الكثير من الجوانب المهمة، منها مصادر التشريع
ولغة الدولة الرسمية، ودعا رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إلى العمل على علاج الانقسام السياسي اللي اتبع في الاتفاق على وثائق وتشكيل أجهزة السلطة الانتقالية. بيّن إنه التحديات اللي ستواجه هذا الوضع عموما في الإصلاح الاقتصادي وتصفية تركة الإنقاذ لا يمكن تحقيقها دون وحدة وتكاتف من الصف الوطني. والآن الساحة السياسية منقسمة، إذ وقع الخلاف بين الحلفاء في الحرية والتغيير حول ملف السلام وتشكيل السلطة الانتقالية. الجبهة الثورية حاملة السلاح من جهة، والقوى السياسية المدنية من جهة أخرى، وتصاعد التوتر بين الذين شاركوا في الثورة من غير الموقعين على إعلان الحرية والتغيير وقوى الحرية والتغيير حول المنهج الثنائي لتشكيل السلطة الانتقالية. إننا في حزب الأمة لدينا تحفظات على الوثيقة الدستورية وعلى المنهج الثنائي الذي تدار به السلطة الانتقالية، ولكننا مع ذلك قررنا التعامل الإيجابي مع السلطة الانتقالية من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة. وتأمين الانتقال إلى سودان يسوده السلام والحرية والعدالة. وسنعمل ونبذل قصار جهدنا لجمع الصف الوطني خلف برنامج الانتقال. من جهتها قالت قيادات بحزب الأمة القومي إنه السودان دخل مرحلة تحول جديدة بتحتاج لتضافر الجهود وتكتل الأحزاب، فيما طالبت بعض القيادات الشبابية والنسوية بإعداد الاستراتيجيات والخطط المحكمة من أجل تقدم البلاد. المشروع الآن نحن في هذا المؤتمر قد اتخذنا قرار بأنه نمارس عملنا السياسي كحزب قائم بذاته، لأنه المشروع بتاع اندماج حزب الأمة والوحدة واجهته كثير من المشاكل والعقبات، لكن المؤتمر ذاته أقر بأنه الموضوع الوحدة والاندماج سيظل مشروع استراتيجي، وهو دائما يعني بيرضي رغبات وتطلعات جماهير الأنصار وحزب الأمة. الملفات يعني الموجودة في الدولة الحقيقية إذا نحن استخدمناها الاستخدام السليم هي بتختصر علينا زمن طويل جدا في إنه الناس تحقق النجاحات المطلوبة. دي واحدة من ضمن رسائلنا إن إحنا بنقدمها للقوى الشاركت في الحكومة الانتقالية. بعدين في حاجة عاوزين نأكد عليها، إنه يعني إنه إنك تبني من الصفر ما زي إنك تبني من الموجود. تنافس إنه أنا أطور، ما تنافس إنه أنا أفرمل الثاني، تنافس إنه أنا أخص الآخر. لا، نحن محتاجين إنه كلنا نتعاون، كلنا من أقصى اليمين لأقصى اليسار، لأن السودان الآن جريح، السودان الآن في حالة بتاعة توهان، في حالة بتاعة ممكن نسميها انهيار. نحن محتاجين نوقف الانهيار، محتاجين أن نحن كشباب ومعانا القول، معنا من مرأة، من كلنا نحاول نعيد بناء دولتنا ونقدمها بصورة أفضل. بيصل الخرطوم اليوم الاثنين وزير الخارجية المصري سامح شكري مبعوث من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية بتستغرق يومين، بيجري خلال عدد من اللقاءات بتتناول قضايا السلام والملفات الثنائية المشتركة. قالت وكالة السودان الرسمية للأنباء سونا إنه المبعوث المصري حيلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله. بنواصل في عرضنا صباح الإخباري مشاهدينا ضمن حلقة اليوم من صباحنا بكرة، وفي هذا الخبر امتدح رئيس المجلس السيادي الانتقالي للفريق الركن عبد الفتاح البرهان امتدح مواقف الاتحاد الأوروبي
الدعم للسودان ودوره المساند للجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية. الكلام ده جاء خلال لقائه في مكتبه في القصر الجمهوري رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان جان ميشيل دايموند بمناسبة انتهاء مدة عمله، حيث أكد ميشيل استعداد الاتحاد لمساعدة السودان في تجاوز التحديات الاقتصادية اللي بتواجهه. وقال إنه أبلغ رئيس مجلس السيادة بدعم الاتحاد الأوروبي للمرحلة الانتقالية من أجل إنه تعود إلى السودان آمن وديمقراطي ومزدهر، وأضاف إنه الأوضاع الآن صارت مؤاتية لإزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل زاهر ومشرق للسودان. نهاية عرضنا الصباحي الإخباري مشاهدينا، وبنتواصل معاكم ضمن حلقة اليوم في صباحنا بكرة. لسه معانا مجموعة من الفقرات والمحطات المختلفة، حنشوف اتجاهات الصحافة، التحقيقات الصحفية، التقارير اللي جات فيها، وتحليل لهذه الاتجاهات مع الصحفي الأستاذ أحمد خليل بعد الفاصل. خليكم معنا.